صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 27 لسنة 2024 بتعيين مدير عام في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد محمد سلمان محسن العرادي مديرا عاما لخدمات الموارد البشرية المشتركة في جهاز الخدمة المدنية بدرجة وكيل مساعد.